بقاله الحوائط بعد ما يجي جزء السكر عين بعد ما يخلصها تبتدي عملية قتالة فتسليل السرح خليك من أعلى لأسفل وده المكان الوحيد اللي احنا ممكن نشوف باقي الفريق الصاعد اللي كان بيسبب في عملية ارتفاعه 22 متر وآخر شبه ظهر في الأرض المعبد العالي الجديد الأزاي ده معبد الملك العظيم رمسيس الثاني اللي شفنا مقبرته في مر القرن المعبد لحد هذا المية اللي احنا بنصور العميدة بعد كده اواخر عمليات الترميم العميدة تيجان البر قلنا ان الخمسة اللي كلها عملها في الاول مات قبل ما يكمل السيناريو في رمز الثاني عمل عمليات الخمس بس الناس والالوان في كل خاص برده رمسيس الثاني برمج اقصر ابو سلمت رمسيو وادي الملوك ادي الاسم مكتوب بالالوان لسه الاشارات موجوده فوق الزحمه يا جماعه هو اسم التقييم في السوق في ملك مصر السفلى والابيض هو قوه هي عداله الاله راح سلم حلم راح ليه زهره الارض مع بعضها دي اشكال من الاعمده العصر الفرعوني جزء جديد في جزء ثالث رفع من حجر بنيامين كامل لجنوب مصر حتى ان احنا وصلنا لمنطقه فلسطين ومنطقه ايه ده الحدود تمام هنا منظر بيمثل الى الاولاني التمثالين اللي هنا بيعملوا عمليات التفريغ كانت بتتم عن طريق الملك باذن الله لكن الجزء او الرسمه في الثانيه بتوضح الجهه اللي هم شايفين المركب امام الحاج كان بيستخدموها ربط الخيول ربط الحصين اللي هي زي اسطبلات لحد تشوف شايفين المكان والشعر الثاني منصور واللي مسح قدام ده برضه سكان Who's that?